برضه من ضمن الاخبار اللي معانا، يعني يمكن احنا وضحنا مجلس الاداره، خليني برضه استمرارا خلال ساعاته القادمه الكابتن محمود الخطيب هيعمل اجتماع مع موسيماني وكابتن فهد عبد الحفيظ مدير الكوره علشان برنامج النادي الاهلي الفتره القادمه. يعني من معلوماتي ان موسيماني يدى راحه النهارده، الاهلي ما اتمرنش الاحد، المران كمان يوم الاثنين، الفريق هيبقى راحه، الاهلي هيرجع يتمرن الثلاث، السفر هيبقى غالبا يوم الاربع المقبل لمدينه الدار البيضاء، والكابتن فهد عبد الحفيظ هيسافر قبلها مع كابتن سمير عدلي. ولكن زي ما انا بقول النهارده الاثنين هيبقى كل الامور الخاصه، وبشكل كبير الاهلي هيتمرن مران واحد اللي هو الثلاثاء قبل السفر في يوم الاربع، يبقى عنده تمرينه خميس وجمعه وسبت وحد، والمباراه باذن الله 30 يوم الاثنين القادم. يعني كلها قرارات إيجابية، الأهلي هيستغل الفترة الجيدة كويس جدا بشكل واضح، خصوصا أن حصل يعني زي ما انفرضنا مع حضرتك بالأمس يا أستاذ عبد الناصر أن رابطة الأندية بتعلن رسميا تأجيل لقاء النادي الأهلي مع إسترن كامباني في الدوري العام اليوم 15 بدون الدوريين. بالضبط، واحنا انفرضنا من الناس بالأمس أن هيتم التأجيل، وبالفعل تم التأجيل يوم 15 بدون الدوري، بدون الدوريين. الاهلي هيلعب يوم 15 يعني قبل مباراه القمه باربع ايام. هات العلبتين البرشمان الساعه 9 مساء على استاد السلام. الساعه 9 مساء على استاد السلام يوم 15 الشهر الجاي 15/6 بدون الدوريين، وقبل مباراة القمة، قبل مباراة القمة باربع ايام. مباراة القمة ونادي إسترن كامباني كمان، نادي إسترن كامباني كمان وافق، مفيش مشكلة على رغبة النادي الأهلي في تأجيل المباراة، ودي لفتة طيبة مساندة للنادي الأهلي، فكل الأطراف مفيش أي مشكلة ولا تعوق جدول الدوري العام، فأعتقد دي حاجة كويسة. النهاردة شفنا في نائبة في مجلس الشعب بتقدم طلب إحاطة يعني يمكن بشكل رسمي ولأول مرة بتطالب بتأجيل اللقاء مساندة للنادي الأهلي، يعني نائبة في البرلمان المصري النهاردة يمكن في سابقة هي الأولى أعتقد بتطالب بتأجيل مباراة النادي الأهلي مع إسترن كامباني مساندة للنادي الأهلي علشان الأمور تبقى يعني في صالح النادي الاهلي ومسانده للنادي الاهلي اللي بيلعب باسم الكره المصريه. يعني طب انا الان كمان رامي فارس صاحب شركه رافكو الراعي الرسمي لعقارات النادي الاهلي كتب على صفحته: يشرفنا ان احنا نتحمل تكاليف سفر القمرين دول للمغرب عشان يحضروا نهائي افريقيا يوم 30، لعل وشهم الجميل يكون خير على فرقتنا، بنحاول نوصلهم ونوصل لهم، ويا ريت اللي يقدر يساعدنا على التواصل مع والدهم في اسرع وقت يتواصل معنا في الرسائل. ده رامي فارس صاحب شركه رافكو الراعي الرسمي لعقارات النادي الاهلي، يقصد القمرين اللي هم من ذوي الهمم اللي كانوا بيشجعوا الاهلي امبارح في مباراه انبي، اللي هم ربنا سبحانه وتعالى افتكرهم في بصرهم، هم طبعا يعني ادهم البصيره واخذ منهم نعمه البصر. يعني اهي شركه رافكو الراعي الرسمي لعقارات النادي الاهلي رامي فارس بيعلن ان الشركه ستتحمل تكلفه القمرين دول، البنتين اللي بيشجعوا الاهلي فاقدي البصر ووالدهم، الى المغرب يوم 30 على نفقه الشركه. وكانوا موجودين كمان وكابتن محمود الخطيب يعني حرص على التقاط الصور، حرص على التقاط الصور التذكاريه معاهم، ودي لقطه طيبه جدا. كانوا التيشيرتات وكانت حاجه حلوه جدا يعني. ودي حاجه جميله، وهو ده النادي الاهلي، هو ده قيمه النادي الاهلي، هو دول يعني جماهير ومحبي النادي الاهلي. يعني استمرارا برضو للدعم والمسانده، انا اعلم ان في بعض رجال الاعمال خلال الايام القادمه يبقى في تواصل مع النادي الاهلي ان هم يتحملوا برضو مبلغ من سفر بعض جماهير النادي الاهلي غير ال 3000 جنيه بشكل رسمي، في بعض رجال الاعمال هيساهموا ويدعموا برضو بمبلغ كبير دعما لسفر جماهير النادي الاهلي في رحلات اليوم الواحد، ودي برضو لفته طيبه من محبي النادي الاهلي ورجال الاعمال، كلها مسانده ودعم للنادي الاهلي في هذه المباراه. انتوا شايفين يا جماعه الكابتن محمود الخطيب وهو بيكرم البنتين والدهم، وتبادل التيشيرتات حاجه الروعه في السرعه، ان تاني يوم على طول هم مع الكابتن محمود الخطيب، يعني لفته انسانيه وحاجه زي الفل. وانا متوقع بصراحه هنا خلينا نحيي بصراحه الدكتور سعد شلبي كمان الرئيس التنفيذي، لان على طول في الحاجات دي بيستجيب ومتابع جيد وبينسق في ساعتها، وراجل يعني دايما صدره
لا لا انا متفق معاك يا احمد جدا، الاهلي في الحاجات دي عشان كده الاهلي ربنا يكرمه. يعني شوف حتى رامي فارس عليه قال لك لعل وشهم الحلو، يعني حتى رامي فارس بيقول ايه نفس الكلام بتاع سعد الشلبي، لعل ربنا صح يكرمنا بسببهم. صح يعني لعل ربنا يكرمنا بسببهم، يعني ربنا يا يكرمهم رب يا رب. طيب طمنا يا على رب. الفرقة يا احمد. خلينا الناس اللي بتسأل على الوداد، الوداد فاز على اولمبيك خريبكا، يعني في بعض التعليقات النهارده بتتكلم على الوداد المغربي واخدين راحه، النهارده يمكن تقريبا اخر مباراه ليهم، فازوا على اولمبيك خريبكا ورفع الوداد رصيده ل 53 نقطه في المركز الاول بجدول الدوري العام، فهم عندهم اريحيه ويعملوا معسكر مغلق قبل لقاء النادي الاهلي بشكل كافي يعني.